أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندنا في سكن الجامعة أحيانا لا يؤذنون الأذان الأول لصلاة الجمعة، وعندما سئل عن ذلك قالوا بأنه ليس واجب بل سنة، لأنه من فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فهل ذلك صحيح؟ نعم، عثمان بن عفان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، هو ثالث الخلفاء الراشدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فلا ينبغي ترك الأذان الأول، لأنه سنة سنه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو من الخلفاء الراشدين، وهو سنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التهوين من هذا الأذان. كان بعضهم يقول بدعة، بعضهم يقول هذا بدعة، ويعتبر عثمان مبتدع، ويقولون تراويح 20 ركعة هذه ابتدعها عمر، فعمر مبتدع. ما يقفون عند حد والعياذ بالله، ولا يوقرون الصحابة، ولا يوقرون الخلفاء الراشدين، ويزعمون أنهم علماء وأنهم أهل سنة وهم ما يعرفون السنة. أين هم من قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ يكون هذا بعد الجامعة، جامعة الإمام والجامعة الإسلامية، هذا أشد، لأن المفروض أن هؤلاء يعلمون الناس السنة، فكيف هم يلحدون فيها ويتركونها؟ نعم.